بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت وحان ربا إن أمد الصوماليات للسعود سيو حالة الدلك إيا رماها تاغن سيدا أن لسعنا منذ حلات كبارلمان كفدرالكا وحاوكو إيكا تدبي لباتن كديسمبر لبكون إيا لباتن هلك مدد حلهاين تا شرعي قاة إيه مدحوينا أيكو أكيد تدبي فبروري لبكون يكو يلباتن هدبا مسؤولين تي مدداس لو داريي إن أي دلك هو قاميان وحا واجب كو أها إن أي كشاقيان قرشها لوغا قوريو مدحلات كحيغة مركا كودو سيدا مانيو أو أه دورشو سيدا أو تلماما يو دستورك دلك نسيب درو أرنتاس مدعين سببتو سيدا أي دون تبها آتي وحانو أكاني دل آن لهين نظام أود إسكو ديب أو آن لا جان قادي كرين دوني دا مانتا إيا دولين دمد عصرقا سيكستبها آتي وحال لقالي دادال لآن لوكالا حرين أو دالك اللوغة بدباديني إن أو قالو حالت هوبان تلعانا وحا خلق القالي أمنيجي وحا هوسو دعاي دقاليه دالك وحا شكي وين قالي صاحب بدا سوماليا تاغير وحا كر سومرتي عبسيدة أه إن دالكو قالو حالت آن لقرنين ماشا أي كودة ماان دونتو هويو إي آباكستا وحي بلابين إن أي كفكران مستقبل كي أي عرورتو دو قرشيين إيا وحا إسكا بدلي كرا كان عصادة كستا وحا أو بلابي إن أو كوالولو مالقشيقي أو مدو دالكا كسو سميني يي رجدي واناك سنيت إن مستقبل كا أي شك كو يمدي إنتاس أو دان وحا سبب أوه إن هو قامية شقار أي كجوس أذيقين فولين تاوحي أمد الصوماليات كسو هشيسي أو أي كمت أهيد مارين تا دور شوين كا حلين كالقوركا حالة داس جرت أوغيد وحان بقادين ايا أضي تنمدا رئيس الوزارة محمد حسين روبل أو إنت بادن سي أي أطرس كجرتو كو جهي مرحلة دي لصور دافي وحاو تاقنا ميل دحي أو كوحوال بقاي أو أركيسو قف كو تاقن فولين تهيشي سيدي لقاري وحو عدي وغورين تيبا إن آنو مرشح أهين وحو كو قوليستي إنو كهورتاو إن مقدشة دي كو داتو بشي أبريل إلا صور دافي وحو ماريي حل انت خلافكي قدية دي دورشويك سيدوكالي وحو ماري خلافكي قبل كجدو إيه أقدام بينتي خلافكي دور شوين ككراسة سومالان إيه هبراعي دي مورانك كرد شي هادبا وحان سو جيدين إياه دمان أمد سوماليات إن لقرب استاغو دادالة الرئيس الوزارة سيان أغب بحنو جاورير كتاغن سيدو كالي وحان بوغادين ايا مدحدة دولد قبلاد يدا او كالين وين كسو قاتين سيدي لوسو غاري لها ماشا مانتا لتاغن ياي او اه ان اي دورشيدي دالكا باللابطي وحان او باقا يا ان اي مسؤولية دودو قتان او اي سن دورشوين كا اوهاكين قلاف كتاغن اوي فايدوين كنظام كفدرالكا اي كمتهاي إن واحد فيلا صوماليا كدعية أي سن سامين بدن كويالنين جوهر قروي بيدبو لوسا مرب يكسمايو انتبا ما أنت دلكو وحاولي هاي حكومة قدية دورشو يحالة تاغن أو قيد قروة تشي أو مرجع أه مركي لو بعضو نظام كفدرالكا أوغيز وحان كبت بادني إن أي جرت هالمال أو أضل ككبر بوري كارو دمانتي إذا ماذا قرب كسيدا وحن لا يه مسؤولية وقوين حلقة كلا جور كأذن كأي إذا سارن تاع وأنا مدة أمنية أو أي وجوه الرئيس الله دجالن كعدو جنب الديد كا أو لجو يقانو كفا إذا سجى مرك أي حال هذا هن أكل تاجين مدة لبعض وإن آد إسكاء هو بسان عدة إذن أمريس
iyo cidda hawl idiin diraysa iyo howlgalka la idiin diraayo waxa uu yahay. Waxaa si gaar ah u xasuusinayaa taliyaasha ciidamada in ay ka fogaadaan kumilanka siyaasadda iyo dana gaar ah ciidanka loo adeegsado oo muwaadiniin aan waxba galabsanin la dhibaateeyo. Mas-uuliyaddaas waa mid shaqsi ah, adiga ayayna dusha kaa saaran tahay taliye. Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaan leeyahay mudane, ra-iisul wasaare Roble adiga ayaa magacaabay, isla adiga ayaa 1 May noo sheegay inaad ku wareejisay arrimihii doorashada iyo amniga dalka. Billaah caleyk, waa kala noqday ha noo sheegin maanta, ilaan caqliga caadiga ah ma aqbali karee. Mudane shalay ayay ahayd iyadoo doorasho laga hadlayo markii aad ceyrisay ra-iisul wasaarihii hore. Taasi iyo midda maanta taagan waxay muujinaysaa ugu horrayntiiba in wax doorasho la yiraahdo aysan qorshaha kuugu jirin. Mudane, dadka Soomaaliyeed maankooda waa ka weyn yahay inay ku qancaan waxa aad leedahay keliya marka ay arkayaan waxa aad samaynayso. Ugu dambeyntii, talada aan siinayo mudane Farmaajo iyo saaxiibadiis waa in aysan Soomaaliya uga darin, haddii aysan Soomaaliya ka fikiraynina ugu yaraan mustaqbalkooda ha ka fikiran. Hadal jeedinteyda waxaan ku soo gunaanadayaa arrinka Ikraan Tahliil Faarax ee taagan maanta. Qoyska Ikraan waxay dacwad geysteen maxkamad sharci ah oo dalka ka jirta. Mudane madaxweyne, cadaaladda garab istaag. Waa waxaad u dhaaratay oo qoyskaas dulmiga tirsanaya u heli. Waa waajib diini ah, mid dastuuri ah, mid damiir ah intaba. Damiirku ha ku danqado mudane. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.